إذن رولا، في ظل ما نترقبه أيضا من بيانات وأيضا قرار المركزي الأوروبي حول معدلات الفائدة وأيضا هذا القرار المنتظر، ينضم إلينا الآن أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا بك أحمد معنا. يعني الترقب للقرار والتوقعات بأن يكون هناك تثبيت لمعدلات الفائدة، لكن اليوم إلى متى سنستمر عند هذه المستويات المرتفعة لمعدلات الفائدة، ومتى يمكن أن نشهد بداية التخفيض؟ صباح الخير سالي ورولا. نعم، الاقتصاد الأوروبي بكل تأكيد عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية أرجح الميل نحو تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5%. عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية التضخم قرابة 5%، لكن النمو الاقتصادي نمو يعتبر سيء جدا، نمو عند أرقام مسطحة لآخر ثلاثة أرباع عندما يقارب 0.1%. فبالتالي البنك المركزي الأوروبي على ما أعتقد لا يريد أن يخوض في مرحلة دخول مرحلة الركود التضخمي، الانفلات في أرقام النمو الاقتصادي ودخوله في مرحلة سلبية مع الركود المرتفع قد تعطي إشارة بأن إمكانيات الدخول للركود التضخمي واردة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فلذلك على ما أعتقد تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5% قد تكون واردة جدا، لكن يوجد بطاقة صغيرة على ما أعتقد بيد البنك المركزي الأوروبي قد يلمح بها أو يستخدمها في اجتماع اليوم أو الاجتماع القادم. على ما أعتقد برنامج الشراء الأصول، شراء السندات الطوارئ في فترة الوباء، كان برنامج من شهر 3/2022 نحو عام 2024، نهاية 2024 إعادة استثمار الأرباح لهذا البرنامج. فبالتالي إمكانية التوقف من إعادة استثمار السندات أو التوقف أيضا والتلويح بعملية بيع السندات قد تعطي إشارة بأن البنك المركزي الأوروبي لا يزال لديه بيده ورقة أفعال تشددية قد تعطي إشارة بأن إمكانية تجديد أو دورة تجديد السياسة النقدية مستمرة بالنسبة لأوروبا. سالي، على ما أعتقد أسعار الفوائد المرتفعة إشارة وباتت واضحة حتى نصف عام 2024 سوف تستمر بمستوياتها المرتفعة، ليس فقط في الاقتصاد الأوروبي بل بالاقتصادات جميعا. بكل تأكيد نبرة البنك المركزي الأوروبي قد تكون واضحة بأن التضخم لم ينتهي ولم يتم الانتصار عليه، فبالتالي النبرة التشددية على ما أعتقد قد تكون واردة مع تثبيت أسعار الفائدة. نعم أحمد، نعود إلى ما يحدث في المنطقة، التوغل بري إسرائيلي في قطاع غزة، الأسواق بدأت تعكس الاتجاهات، الأسواق المال أقصد، مع ذلك النفط استجابته حتى الآن ضعيفة، وما تحكي لموضوع مخزونات النفط لأنه فقط مليون برميل الفائض، وهذا مش سبب أنه تكون متراجع عندك أسعار النفط بهذا الشكل. الذهب يتجه صوب الـ2000 دولار، ولا ندري إلى أي حد سيبقى عند هذه المستويات. حدثنا عن النفط، ليش ردة فعل النفط ضعيفة ومش خايف الأسواق من انقطاع الإمدادات أو تهديدها في المنطقة؟ نعم رولا، عندما ننظر إلى النفط بشكل عام كانت هناك موازنة بين الأخبار التي قد تحدثت عنها قبل قليل، الأخبار بأن العرض قد يكون نوعا ما متوافر ب 200 ألف برميل يوميا من فنزويلا، مع إمكانية رفع العقوبات الأمريكية على فنزويلا 200 ألف برميل سوف يتم ضخهم في الأسواق، أعطت بعض الإشارات بأن العرض العالمي قد يكون جيد في الفترة الماضية تلبية احتياجات الأسواق. لكن عندما ننظر إلى صدمة الأسواق في بداية حرب غزة كانت بكل تأكيد إشارة قوية مما دفعت الأسواق. دائما الأسواق المالية تتجه نحو الصدمة بعد الأخبار نفسها، تتجه الأسواق لبيع الخبر نفسه. بكل تأكيد الخبر، التوترات، ازدياد التوترات في الفترة القادمة، ازدياد الصدمة في الأسواق قد تعطي النفط على ما أعتقد رولا المزيد من إمكانية الارتفاعات. كنت تحدثت سابقا على مضيق هرمز، على ما أعتقد هو الأكثر، ومضيق عسقلان أيضا كمان بكل تأكيد، أو ميناء عسقلان عفوا، قد يكون هو بكل تأكيد الأنظر تتجه عليهم. بكل تأكيد هم الشريان بالنسبة للمنطقة، في منطقة الشرق الأوسط مضيق هرمز تحديدا هنا. فبكل تأكيد ارتفاع حدة التوترات قد يعطي على الأقل رولا المخاوف، بالتالي إمكانية ارتفاع أسعار النفط على ما أعتقد لا زالت واردة في الأسواق، تسعير إمكانية التداولات الإيجابية بالنسبة للنفط على ما أعتقد واردة في الفترة القادمة. نعم أحمد، يعني عم نشوف التراجعات في وول ستريت لأدنى مستويات في 8 أشهر تقريبا، هذه الخسائر في جلسة أمس، ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، كان هذا السبب من لحظ العزوف اليوم للمستثمرين. لكن لو بقينا في إطار التوترات الجيوسياسية، أسهم التكنولوجيا الأكثر حساسية اليوم في ظل ارتفاع عوائد السندات، لكن هذه الشركات أيضا التي لها استثمارات أيضا في المنطقة، مدى تأثير الأوضاع عليها؟ على ما أعتقد سالي
الشركات بشكل عام باتت تبحث عن الأرقام السلبية، فوائد مرتفعة لفترة زمنية طويلة هي الأكثر عدوانية من فولكر، من أيام فولكر عام الثمانينيات الماضية. فبكل تأكيد عندما تكون أسعار الفوائد مرتفعة نبحث عن إمكانية تسجيل أرباح منخفضة، هذا ما قد أشارت له على ما أعتقد غالبية الشركات مع موسم الأرباح الحالي. ألفابت واحد من الشركات أعطت إيرادات جيدة، لكن الخدمات السحابية كانت سيئة نوعا ما، لكن بكل تأكيد عندما ننظر إلى الأرقام المستقبلية، التوقعات المستقبلية، لا زالت هناك سلبية. إيلون ماسك، ديمون، على ما أعتقد جي بي مورغان، تسلا، قد أشاروا بأن أسعار الفوائد المرتفعة هي أسعار فوائد مؤثرة جدا على أسعار على الأسهم، مؤثرة جدا حتى على أداء الفصل القادم. فعلى ما أعتقد الأسواق باتت تحتسب ليس فقط عوائد السندات المرتفعة التي تضغط على الأسهم، لا بل إمكانية وصول الأرقام السلبية في الفترة القادمة، فبالتالي الضغط على الأسهم بشكل سلبي على ما أعتقد وارد في الفترة القادمة. نشكرك أحمد عزام، محلل أول أسواق المال في مجموعة إكويتي.